عن تجارب عراقية جاءت أغلب العروض المسرحية لطلبة قسم الفنون المسرحية في أكاديمية الفنون الجميلة العام الحالي. وفي ختام المهرجان السنوي في دورته 29 بدا لافتا اهتمام الشباب بالبحث في الواقع العراقي ومحاولة التوصل إلى حلول عبر اعتماد نصوص أدبية لكتاب عراقيين، بعدما كانت السنوات السابقة تركز على النصوص العالمية. جميعنا متهمون مدانون وغيرنا وجاني. أقل إنها ضوضاء مزعجة، إنها فوضى. اخلص. قدمنا اللي الشيء كنا نطمح به انه نقدمه. هي تحكي عن الجسد في حاله الاحتضار، يعني ثوره الكسل والعمل والكراهيه والحب. لان المسرح يكشف الواقع. واقع المجتمع السنه نقدر نطبقه على المسرح، نظهره من خلال المسرح. المسرح واقع يكشف الواقع للمجتمع اجمعين، الحاله اللي يعيشها الانسان شنو هي. رغم صعوبة تنفيذ المهرجان أشاد أكاديميون بإقامته، لافتين إلى أن هذا الكرنفال السنوي يأتي للوقوف عندما قدمه الدرس الأكاديمي لطلبة المسرح على مدى 4 أعوام واكتشاف الطالب طاقاته على الخشبة. تقويم أساتذة القسم لما قدموه في الدرس الأكاديمي للطلبة، ومن ثم تقويم الطلبة لأنفسهم لاكتشاف طاقاتهم، لمعرفة كيف يعني اكتملت المخيلة سواء كانت في الإخراج أو عند الطلبة اللي يمثلون. وكرمت في ختام المهرجان الفنانة سهى سالم، فيما جاءت دعوات الأكاديميين إلى أن يعاد الاهتمام بتأسيس مسارح في البلد وإعادة إعمار القديمة منها في الوقت الذي لا توجد فيه صالة عرض واحدة صالحة وبتقنيات جيدة. هذا هم يرافق حتى الفرقة القومية، يعني عندنا للأسف ينبغي أن يعنى بالبنية الأساسية لمسارحنا، ينبغي أن تبنى مسارح جديدة، ينبغي أن تكون هناك مسارح بتكنولوجيا معاصرة مهمة، لأن هذا المسرح هو مدرسة للشعب. وركزت التوصيات قبل استقبال الدورة 30 العام المقبل على أن يعتمد على نصوص عالمية لتوفرها على تقنيات درامية تهيئ المجربين للانطلاق في أعمالهم المسرحية لاحقا. صابرين كاظم، الحرة، بغداد.